والطامة الكبرى، جزاك الله خيرا، ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام. عشان ما يقولوا شو إيه اللي بيقول عليه السلام هذا شيعي، معظم علماء أهل السنة بما فيه البخاري والطبري والإمام أحمد وابن الجوزي والحسين صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة والسلام من حقوق أهل البيت يا إخواني، والفخر الرازي وابن عابدين والسيوطي والألوسي، معظم علمائنا يا أخي، والهيثمي في مجمع الزوائد، وهذا شعار الشيعة، حتى لو شعار الشيعة إذا هذا حق أهل البيت سوف نفعله. يرضى الشيعة يغضب الشيعة، يرضى السنة يغضب السنة، هذا حق أهل البيت يا أخي. ونحن نصلي عليهم في الصلاة، صلي على محمد وآل محمد، وما في صحابة آل محمد، وأنا صحيح. لماذا يا أخي؟ إيه قال مغايضة للشيعة، المسألة أفعال وردوا أفعال، ما في فيه الحق حق. فهذا الألوسي صلوات الله يقول إيش؟ على جده وعليه الصلاة والسلام.